إذا بدنا نجي نشوف الاجتماعات اللي صارت بين يعني أو غير المباشرة بين جبران باسيل وسليمان الفرنجية حول موضوع رئاسة الجمهورية، يتبين بأنه هذا الاتفاق غير قابل للتنفيذ أو فرض نتيجة الطلبات الكثيرة يلي طلب النائب باسيل من سليمان فرنجية إذا كان بده يمشي فيه لرئاسة الجمهورية. فشعر سليمان فرنجية بوقت من الأوقات بأنه هو حيكون رئيس الظل ويكون جبران باسيل هو الرئيس الفعلي، وهذا أمر اللي بيعرف سليمان فرنجية واللي بيعرف كيف بيتصرف ما بيطوق عهده بهيك أمور. يعني ما في اليوم سليمان فرنجية يوعد، ويعني بتعرف أن سليمان فرنجية عادة معروف عنه أنه صادق، فما بيقدر يجي يوعد جبران باسيل بقيادة الجيش وبحكمية مصرف لبنان وبالمدراء العامين أو بالشواغر أو ب 28 مثل ما انحكى ب 28 موقع مسيحي بالدولة اللبنانية بده يعطيهم. لقاله طيب شو بيجي لك كان بيعمل سليمان فرنجية شاهد زور؟ طيب من نفس الحالة نفس السلوك عم يكون بالحكومة. بس في نفس الوقت هون لحتى لنكون منصفين، صحيح أنه سليمان فرنجية ما بيقبل أن يطوق بهذه الطريقة، ولكنه يعلم جيدا أنه جبران باسيل والتيار هو ممر إلزامي طبعا للرئاسي. يعني طبعا يعلم جيدا أنه بلا ما نوصل لمرحلة يعني أصوات التيار الوطني الحر في مشكلة، ما في رئاسة بلا أصوات. هلأ هون برأيك وين الاتكال؟ الاتكال على حزب الله عمليا؟ يعني حتى حزب الله لا، ما اليوم العلاقة بين حزب الله وسليمان فرنجية يعني في علاقة تماهي، يعني العلاقة جدا جيدة. بس اليوم حزب الله لا، يعني حتى الآن ما أعلن بأنه في عنده مرشح. يعني تختلف العملية عما كانت عليه بال 2016 نعم. يمكن ما سمى ولكن أسر يعني للبعض أنه الرئيس بالنسبة له لازم يكون من الخط السياسي، إذا بدنا يعني من جو 8 أدار، علما أنه سليمان فرنجية في يعني تظهير دوره أكبر من 8 أدار يعني على الصعيد الوطني عم يشتغل مش على صعيد ضيق. إذا بدك يعني أكيد حزب الله ما عنده مشكلة بسليمان فرنجية، وبعتقد أنا أنه بالعكس بيكون جيد إذا بيجي سليمان فرنجية، لكن حزب الله ما أعلن حتى الآن بأنه هو لديه مرشح أو رشح سليمان فرنجية. لذلك يعني الأمر بكير بالنسبة لحزب الله، ولكن يبدو بأن هناك رغبة أو جو عن رغبة لحزب الله بأنه يكون في اليوم زميلنا والصديق جوني منير بصحيفة الجمهورية كاتب عن أنه في لقاء تم بين سليمان فرنجية والسيد حسن نصر الله غير معلن، يعني لم يعلن عنه، وحكى أنه اللقاء الذي جمع سليمان فرنجية بالرئيس بري بعين التيني كان حاضرا خلاله الحاج حسين خليل دون أن يتم إعلان الأمر. هلأ يمكن يكون الأمر صحيح، ولكن يعني بالنهاية ما بظن أنا أنه الأمر بين سليمان فرنجية وحزب الله والرئيس بري بحاجة للقاءات سرية أو لقاءات معلنة أو شيء. حاجة لتماهي الموضوع مع جبران باسيل. لا تماما. أنه كيفية يعني خلق أو مخرج للموضوع الرئاسي. ما يبدو جبران باسيل ماشي بهذا الموضوع. يعني اليوم اللي بيسمع حديثه بالدمان واضح أنه يعني واضح أنه عنده أول كل تخبط، في عنده تناقض بالحديث، وعنده حالة نفسية يمكن تكون سيئة نتيجة الواقع يلي وصل له، بأنه بعد كل هيدا الجهد والتعب اللي هو عمله ليعمل رئيس جمهورية أو ليحقق طموحه السياسي والرئاسي، وجد بأنه كل القوى السياسية بلبنان ما بتمشي فيه أو ما بديه. يعني اليوم إذا بتجي بتلاحظي التصرفات اللي مشي فيها جبران باسيل من بداية العهد لليوم جعلته مستفرد. يعني اليوم جبران باسيل بلا حليف، يعني إذا اليوم
قدم ترشيحه لرئاسة الجمهورية، واليوم هو يمكن ما عم كيف بلا حليف، عنده الحليف الأقوى يلي هو وللأسف يمكن بالنسبة له حزب الله الرغبة يلي عنده بأنه يكون سليمان فرنجي هو رئيس جمهورية. وحزب الله اليوم كمان ما بينطلق من فراغ بهذا الموضوع، حزب الله بيعرف تماما بأنه ما حدا بقلب المجلس النواب بيعطي جبران باسيل، لا القوات ممكن تعطيه ولا الاشتراكي ممكن يعطيه ولا حركة أمل ممكن تعطيه. وطبعا اليوم حزب الله بيعرف بأنه حيكون في كمان يعني في صعوبة بتسويق جبران باسيل لدى الرئيس نبيه بري، كمان لا التغييريين ولا السياديين ولا إلى آخر المنظومة الجديدة يلي اجت ما بيعطوه لجبران باسيل. فطبيعي اليوم جبران باسيل عم يحاول يعني يعمل المستحيل، يعني مثل كأنه اليوم عم يشتغل علي وعلى أعدائي. انت ذكرت لما كتبت مقالة حول الهستيريا التي تتحدث عنها. طيب يمكن هستيريا اليوم يمكن اتهمت الرجل انه عم يتصرف بطريقه هستيريه شوي، ولكن بالنهايه بدك تعترف انه ما زال رقما صعبا على الارض. انا ما بدي اعترف انه صار انه هو رقم صعب بعده، انا ما بدي اعترف، انا يعني عم يعني هيدي الهستيريا انت مجبور تتعامل معها. هو من حقه يكون عنده هيدا الطموح، ومن حقه يشتغل ليعمل رئيس جمهورية، شأنه شأن أي بغض النظر. أنا مش عم بحكي عن رئاسة الجمهورية هلأ، عم بحكي بشكل عام، هو رقم صعب مسيحي موجود على الأرض، هو ومجبور يعني تتعامل مع الشيء اللي أنت سميته هستيريا. الهستيريا تبعه أنت مجبور تتعامل معه. بس هيدي الهستيريا بدي أتعامل معها، بس ما فيني بقى أتعامل معها لما بتجي بتهدد البلد. ما فيني اجي اتعامل مع هستيريا بتجي بتقلب النظام. ما فيني اجي اتعامل مع هستيريا ممكن تاخذ لبنان كلياته وتفتح الابواب على كل الاحتمالات. ليش بدها تعمل؟ لانه لا، اذا بتشوفي اليوم شو اللي عم ينحكى، يمكن هلا بنجي بنروح على الموضوع الرئاسي. ما فما نحن بنصه واصلي على كلام بالموضوع الرئاسي. موضوع الاستهداف موقع رئاسه الحكومه بهذا الشكل منه مسموح وما بيمرق مرور الكرام. يعني اليوم التيار الوطني الحر بيقدر يتعاطى بالتعاطي اللي عمله مع تيار سياسي مثله بيشتغل على الأرض، بس ما بيقدر يجي التيار الوطني الحر يستهدف رئيس الحكومة بهيدا الشكل ويسيء إلى موقع رئاسة الحكومة، وبده يخلص رئيس الحكومة صلاحياته، وبده يعمل أعراف جديدة بالدستور، وبده يعمل رئيس الجمهورية شريك بكل وزير وبكل طائفة وزير وبكل مذهب وزير وبكل حقيبة وزير. ما بيقدر يجي يعمل هيدا البلد قائم على توازنات، وهيدا اليوم هيدا الاستهداف لموقع رئيس الحكومة، وهيدا اللي يمكن الحقد على الصلاحيات اللي عنده إياها واللي منحوا إياها اتفاق الطائف، هيدي ما حدا بيقدر يحملها. لأنه نحن بلشنا نشوف بأنه يعني بيطلع الوزير باسيل ما كان مستحي لما قال أنه رئيس الجمهورية بده يتدخل بكل وزير وبكل طائفة وزير وبكل مذهب وزير وبكل حقيبة وزير. طيب اليوم إذا كان رئيس الجمهورية، وهذا أمر غير دستوري وهذا أمر منه موجود بالدستور، المادة الدستورية تقول يناط تشكيل الحكومة برئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية. لما بيجي بقلك بدي أتشاور معك بأمر بشي، ولما بيجي بقلك بدي شاركك بأمر شي، لما بشاورك بأمر بتحمل مسؤوليته أنا، لما بشاركك بأمر بتحمل مسؤوليته أنا وياكي. فاليوم ما بيقدر رئيس الجمهورية يكون شريك وما يحمل مسؤولية الحكومة. ما بيقدر اليوم يكون شريك ويجي يتدخل بكل وزير ويبعث رئيس الحكومة يلي بيحمل وزر خيارات رئيس الجمهورية عند مجلس النواب، وإذا صعد بمجلس النواب بيسقط وحده، بيجي رئيس الجمهورية بيعمل استشارات ليكلف غيره. لا، إذا بدنا نعمل هيك منعدل المادة الدستورية، فتكون تسري الشراكة على كل شيء. لا، وبعدين اليوم إذا كان رئيس الجمهورية بده يشارك فعلا بتشكيل الحكومة
الحكومه ويكون له علاقه وراي بكل وزير، انا برايي اذا الحكومه سقطت بمجلس النواب ومنعت عنا الثقه فليسقط رئيس الحكومه ورئيس الجمهوريه سواء. ليش مش هيك يسقط؟ يعني هون في اعراف، في عفوا دساتير وقوانين تحكم. لما بدك تاخذي الامور ما بتتاخذ، يعني ما في شيء يتاخذ جزء وتتركي الكل، بدك تاخذي الامر بدك تاخذيه مثل ما هو. طيب ليش اليوم الرئيس ميقاتي او اي رئيس حكومه ثاني او اي رئيس جمهوريه ثاني بده يجي يحمل وزر خيارات هو ما منه رضيان عنا، ولكن بده يرضي فيها رئيس الجمهوريه وبيدفع ثمنها بمجلس النواب لوحده؟ طيب يا بدنا نكون شريك، يعني انا والله بكون الرئيس ميقاتي بيكون شريك بالغرم وما بيكون شريك بالغنم، أو رئيس الجمهورية بيكون شريك مع رئيس الحكومة بالغنم وما بيكون شريك بالغنم. وضحت الصورة.